السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ها نحن نلتقيكم في حلقة رياضية جديدة لنواصل سلسلة تغطياتنا مع فقرة أين أنت. اليوم سنخوض جولة شاملة مع رياضي له باع طويل في لعبة كرة القدم، ترك وراءه تاريخا غنيا وحافلا بالإنجازات، كونه يعني حمل لقب عميد هدافي الدوري العراقي وأحرز أهدافا جميلة ومهمة جعلت الجماهير الرياضية تتغنى باسمه إلى يومنا هذا. سنتحاور مع ضيفنا خلال فقرة أين أنت لنتعرف عن أهم لحظات مشواره الكروي وما آل إليه الوضع العام بحياته. صدى الرياضة بدأ، أهلا بكم معنا. نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام مع فقراتنا الخاصة باستذكار الشخصيات والقامات الرياضية العراقية. معنا اليوم كريم صدام منشد، لاعب كرة قدم عراقي، ولد عام 1960، نشأ وترعرع في مدينة الصدر، مصنع المواهب الرياضية والفنية والثقافية. نشأ الفتى كريم في بيئة كروية شعبية وعاش في كنف عائلة رياضية ضمت العديد من المواهب التي أخذت طريقها إلى النجومية في عالم الساحرة المستديرة، ليتألق من بينهم كريم ويصبح نجما لامعا في سماء الكرة العراقية والعربية والآسيوية بعدما أبدع وتميز في اقتناص الأهداف من أنصاف الفرص. كريم صدام هذا الرياضي الكفء الخلوق يعتبر امتدادا جميلا لبقية نجوم الزمن الجميل أمثال كاظم وعل الله يرحمه وأحمد صبحي وفلاح حسن وحسين سعيد، والقائمة بالتأكيد تطول. لعب كريم صدام للمنتخب الوطني العراقي من عام 1982 وحتى نهاية مونديال المكسيك عام 1986، حيث انتهت مسيرته الدولية بعدما خاض خلال تلك الفترة أكثر من 20 مباراة دولية توجها بإحرازه 6 أهداف دولية، إضافة إلى مجموعة أخرى من الأهداف سجلها في البطولات المختلفة والمباريات الودية. مشاهدينا، صنع اللاعب كريم صدام لنفسه مجدا خاصا يوم وضع بصمته الذهبية في مرمى منتخب الإمارات عام 1985 في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال المكسيك عام 86، ليذهب بالمنتخب العراقي إلى الدور التأهيلي الحاسم آنذاك. وكان كل ذلك بمجرد أن وطأت قدماه ساحة الملعب بديلا عن اللاعب الكبير شاكر محمود، عندما كان المنتخب الإماراتي متقدما بهدفين نظيفين في مباراة الإياب التي جرت بالسعودية، بعدما حسم منتخبنا مباراة الذهاب لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، إلا أن كريم قالها بالفم المليان وصرخ بوجه زملائه: لقد سجلت هدف العبور. وكان ذلك في الوقت القاتل الذي كان الإماراتيون يستعدون لإعلان الاحتفال الرسمي بالفوز، إلا أن هدف كريم أوقف كل أحلام الإماراتيين ليزرع الفرحة في قلوب الملايين من العراقيين عندما أحرز هدفا كان عربونا ثمينا لانتقالنا إلى الدور الحاسم. بعد هذا الهدف الرائع والثمين والغالي على قلوب كل العراقيين، متواصلون مع فقرة أين أنت التي نسعى
في محتواها الوصول والتواصل مع نجوم الرياضة العراقية القدامى ممن قدموا وخدموا الرياضة العراقية خير تمثيل. هذه وقفة قصيرة نستقبل بعدها ضيفنا لهذا اليوم، لا تذهبوا بعيدا، خليكم ويانا. مشاهدينا، دعونا الآن نرحب بضيفنا في هذه الحلقة التاريخية ليحدثنا بنفسه عما جرى له خلال مشواره الرياضي الكروي وكيف برز من بين أعتى نجوم العراق. سنتعرف عن كل ذلك عبر الدقائق المقبلة مع ضيفنا عبر السكايب من العاصمة بغداد، اللاعب الدولي السابق عميد هدافي العراق كريم صدام. أهلا وسهلا ونورتنا كابتن عبر هذه الإطلالة الرائعة. الله يبارك فيك أستاذ بلال، وأنا سعيد جدا أن أتواجد وياك وإن شاء الله التوفيق. إن شاء الله إن شاء الله. أبا غيث، طمني عنك وعن صحتك وأين أنت الآن؟ والله الحمد لله، يعني يمكن حضرتك احنا متواصلين قبل فتره طويله، الحمد لله يعني صابوها بالكورونا وتعالجنا الحمد لله والشكر والامور طيبه. الآن أنا مستشار مع نادي الزوراء قريب على الإدارة، تعرف العمل الإداري متعب بالنسبة لي حقيقة، لذلك اختارت الاستشارة مع الكابتن فلاح حسن مع الأخوان، لأن تعرف عوامل نجاح الإدارة صعب، يعني عصب العمل هو الأموال والنادي يعامل هذه المشكلة، فقط نادي الزوراء أغلب أندية العراق تعاني من هذا الموضوع، لذلك كان موجود مع الإدارة بهذا العمل الاستشاري الفني. طيب اسمح لنا أن نتابع التقرير التالي الذي يستعرض ويوجز مشوارك الكروي كأحد أبرز نجوم العراق، نتابع ولنا عودة. حاله كحال أقرانه ممن واكبوه في تلك المدينة التي أنجبت لنا عشرات اللاعبين بل النجوم الذين ذاع صيتهم، لتكون البداية من مدينة الصدر وتحديدا فريق الميثاق الذي انبرى منه اللاعب الدولي كريم صدام، ليشق طريقه بكل ذكاء وعقلانية ويجد نفسه بين أعتى نجوم العراق آنذاك. فلم يدر بخلده أنه سيكون نجما يوما ما عندما أخذ بيده المرحوم عمو بابا في الدعوة الأولى لتشكيلة منتخب الوطن، ويخوض مباراته الدولية الأولى في اللقاء الودي الذي جمع العراق بضيفه الألمان الشرقي في بغداد في الرابع من آذار عام 1982، والذي انتهى بتعادل الفريقين. ثم لم يسجل كريم حضوره من جديد مع المنتخب إلا بعد عام تقريبا، عندما اشترك في اللقاء الودي ضد منتخب مصر في بغداد، ليعود صدام بقوة ويشارك في الأدوار التمهيدية لتصفيات أولمبياد لوس أنجلوس، لتشهد مباراة العراق والإمارات أول أهدافه الدولية مع العراق. كذلك كان اسمه ضمن قائمة 17 لاعبا الذين اختارهم عمو بابا لتمثيل العراق في الأدوار النهائية لأولمبياد لوس أنجلوس 1984، والتي غاب عنها أحمد راضي، ليواصل كريم محاولاته لإثبات الجدارة بقصد الحضور في التشكيلة الأساسية لمنتخب العراق. لكن وجود الثنائي المتفاهم حسين سعيد وأحمد راضي في هجوم المنتخب حال من دون تحقيق ذلك. وبعد إبعاد حسين سعيد بسبب الإصابة التي تعرض لها، وفي المرحلة الثانية لتصفية الآسيوية المؤهلة لمونديال المكسيك حيث التقى العراق ومنتخب الإمارات بمباراة الإياب التي جرت في مدينة الطائف السعودية، فاجأ منتخب الإمارات خصمه العراقي بالتقدم بهدفين ليكون الأقرب إلى بلوغ الدور الحاسم للتصفيات. وعندما اشترك كريم بديلا لشاكر محمود كان على موعد مع الفرح والبهجة، عندما أخطأ مدافع منتخب الإمارات في إبعاد الكرة لتجد أقدام كريم تنتظرها لتضعها في أقصى المرمى، معلنة تأهل العراق إلى الدور الحاسم. آخر فرص صدام كانت في المكسيك بعد إصابة حسين سعيد، ليشترك في مباراة بلجيكا والمباراة الأخيرة ضد المكسيك، وهكذا كان حضوره الدولي الأخير مع منتخب العراق. لكن الانتفاضة والثورة التي عاشها على كل القيم والقياسات الفسيولوجية والعمرية وهو على أعتاب 35، جعلت الجماهير تطالب بعودته إلى تشكيلة منتخب العراق المشارك في تصفية مونديال 1994، بعد الأداء التهديفي المميز الذي قدمه
غير أن تلك الأمنيات والمناشدات لم تلقى أذاناً صاغية من قبل الكادر التدريبي للمنتخب، لتبقى مباراة المكسيك هي الأخيرة في مشواره الدولي. أهلاً بك كابتن، يعني سأبدأ بسؤال مهم أعتبره مستخلص من حالة غريبة نوعاً ما في مشوارك، لأن اسمك وأهدافك وشهرتك أخذت مدايات واسعة، لكن بالمقابل يعني مشوارك مع المنتخب الوطني لم يكن طويلاً على عكس أقرانك، بل حتى حضرتك يعني كل ما مثلت فيه المنتخب لا يتعدى تقريباً 4 سنوات. يا ترى كابتن ما هي الأسباب؟ والله شوف أستاذ بلال، أنت هم على جرائب هذا الموضوع. الحقيقة من أهم المحطات في حياتي، يعني تعرف طموح الإنسان هو يلعب في كأس العالم. نعم. الحمد لله لعب في كأس العالم، لعب في لوس أنجلوس أولمبياد، مثلا منتخب الوطن ببطولة الخليج، رغم العمر القصير مثل ما قلت حضرتك، بس شاركت ببطولات مهمة ومؤثرة في تاريخ الكرة العراقية، ولحد الآن يعني الحمد لله أنها نقاط مضيئة في تاريخ الكرة العراقية، وهذا شرف إني وعائلتي وأولادي لربما يستأثرون هذا التاريخ. بتقدير الشخصي هذا عمل إداري أكثر ما هو فني، لأنه أنا بعد كأس العالم عام 86 وبعدت عن المنتخب الوطني انتقلت إلى نادي الزوراء، وكان في النقلات المهمة والحقيقة والعلامات المضيئة بتاريخي، وقدرت أكون هداف لعب 6 مواسم مع الزوراء، هداف دوري 4 مواسم. هو كابتن كون مشوارك حافل، يعني إحنا من في وقتها شفنا عمرك قصير بالمنتخب عكس عطائك، عكس ما قدمته بالدوري حتى وإن كنت بالصناعة، يعني هو هذا استفساري. لكن دعني الآن طالما أنت ذهبت إلى الأندية أقلب استفساري الأول، فعلى عكس مشوارك القصير مع المنتخب فإن رحلتك المحلية طبعا مع الأندية العراقية كانت غنية وحافلة بالعطاء والشواهد الخالدة، يعني أنا أريد كيف توضح هذان الخطان المتعاكسان إذا فهمت قصدي بالسؤالين. نعم نعم، أنا بداياتي يعني قبل ما لعبت في المنتخب الوطني ضمن نادي الصناعة، يعني الكابتن عبد الله يرحمه اللي رشحني للمنتخب الوطني وتبنانا، الرجل كان يبحث عن الوجوه الجديدة، يعني بحث عن ناطق أحمد راضي الله يرحمه، كثير من الوجوه اللي أضافها للكرة العراقية. جينا بعد حقبة الكابتن فلاح حسن فرحان هادي أحمد، والحمد لله كملنا المشوار، يعني قدرنا نحقق بطولات، قدرنا نحافظ على اسم العراق بالمحافل الدولية والآسيوية والعربية، لأن كان يعني رجل عدة معايير في اختيار اللاعبين، وأنت كنت قريب عليه في تلك الفترة، يعني كان يختار البنية الجسمانية بالإضافة إلى المهارات الفردية، فهذه العوامل تؤدي إلى نتحقق نتائج، يعني كثير نتائج كانت طيبة بتلك الفترة. بعد ذلك انتقلت إلى نادي الجيش، من النقلات المهمة بحياتي، قدرت أحصل على دوري في نادي الجيش. وكان وياي رحيم حميد، عادل حسين، حسن فرحان، فتح، كثير من النجوم قدرنا نحصل. بعد ذلك صارت النقلة يعني المهمة بحياتي، حصلت على دوري في نادي الرشيد. انتقالنا كان مع نخبة المنتخب الوطني، وكانت من التجارب الناجحة للكرة العراقية، بحيث مثلنا المنتخب الوطني ومثلنا نادي الرشيد، وقدرنا نحصل على بطولات عربية، بطولة الأندية العربية ضد نادي الحراش، قدرنا نفوز عن الفرق الجزائرية المهمة، حصلنا على بطولة الأندية العربية، كذلك حصلنا على بطولات آسيوية، يعني نقلة هذه التجربة للمنطقة الآسيوية. بعد ذلك يعني بعد ترشحنا في كأس العالم، هذا كانت متزامنة بالمنتخب الوطني. بعد ذلك انتقلنا إلى كأس العالم، يعني نفس اللاعبين تقريبا بمنطقة الهجوم اللي الكابتن حسين سعيد أبو عمر الله يعطيه الصحة والسلامة انصاب المباراة الأولى، فصارت فرصة أشارك المباراة الثانية مع الكابتن أحمد راضي، وقدرت أشارك مباراتين يعني بلجيكا والمكسيك، وكان مستوانا جيد على تقدير شخصي، يعني وحتى النتائج كانت يعني 1-0 2-1، يعني كانت نتائج طيبة، يعني ما كانت سيئة. هو هذا حبيت أسمع منك هذا. إذا كابتن نعم. اسمح لنا أن نتابع بعض الآراء بخصوص مشوارك، نتابع ولا نعودة، خليك ويانا. كريم صدام كان من أفضل لاعبي الوسط بتمرير الكرات البينية وصنع الأهداف، خاصة إن كنا بالفرق الشعبية بفريق نجوم الثورة، لكنه بعد ذلك أصبح من أحسن الهدافين على مستوى العراق ومستوى الدوري أو حتى على مستوى المنتخب. لذلك الموهبة بعد كريم صدام كانت يعني مزدوجة، سواء كان صانع ألعاب أو هداف، يمتاز بضربات الرأس و
من الأشياء اللي أذكرها عن كريم صدام أنه بأندونيسيا كانت هناك صحف تكتب بشكل يعني حتى تصفه بصفات كبيرة جدا من خلال ضربة للكرة بالرأس، حتى أنه وصفوه أنه ضربة الرأس أقوى من ضربة بالرجل بالنسبة لبعض اللاعبين. كريم صدام أحد أفضل اللاعبين في الثمانينات ومنتصف التسعينات، وأيضا كان أحد هدافين الدوري مع الكابتن المرحوم أحمد راضي. ويعتبر كريم صدام نموذج من الأخلاق وإنسان محبوب من قبل الجميع، وأيضا الأجيال تتذكر الهدف الحاسم الذي سجله في مرمى الإمارات وخلانا نتأهل لكأس العالم. كل الموفقية والنجاح إلى أخويا وزميلي كريم صدام، وأيضا كل الموفقية والنجاح إلى صدى الرياضة. أهلا بك أبو غيث. نحن اليوم للأمانة أمام أحداث مهمة في مسيرتك، وبالتالي نحن والمتلقي بشوق لسماع تلك الشواهد. حضرتك مثلت الرشيد في موسم 85-86، وهو يعني الموسم الذي كان موسم الإخفاق للفريق الأصفر بعد خسارته لقب الدوري لمصلحة غريمه اللدود نادي الطلبة. وجدت نفسك خارج أسوار نادي الرشيد والمنتخب الوطني في آن واحد في عام 86، كيف حصل ذلك يعني بشكل مفصل؟ والله تفاجأنا، يعني هو القرار صار حقيقة بعد كأس العالم، يعني بعد ما رحنا لكأس العالم تفاجأنا بهذا القرار. بس تعرف حضرتك في تلك الفترة احنا ما كنا أصحاب قرار بهذا الموضوع، بقدر ما كان قرار إداري أكثر ما يكون قرار فني، فتم إبعادنا يعني كثير من اللاعبين، آني وناطق هاشم ممكن حارس كثير ما تحضرني الأسماء مع الأسف يعني، واستقطب لاعبين جدد، يعني استقطب حبيب جعفر، ليث حسين، سعد قيس. بهذه الفترة يعني مدرسة عمو بابا تقريبا انلغت، يعني عمو بابا اللي كان يعول على البنية الجسمانية، على المهارة، على كثير من الأمور، استقطب بعض اللاعبين قصار القامة، يعني هاي نقلة نوعية، يعني تغيرت المدرسة هذه الفترة، بحيث استقطب سعد قيس وحبيب جعفر ليث حسين، وهم هذول لاعبين مميزين جدا، يعني من حقيقة انطلقوا من خلال الرشيد، من خلال المنتخبات الوطنية. فأنا ما كنت متفاجئ بهذا القرار، بقدر ما أنه إبعاد كان جماعي. إحنا حتى في حينها عوقبنا عقوب كان حقيقة قاسي علينا، مباراة أمام الزمراء عندما خسرنا 1-0، الحقيقة حتى كلك واضح وصريح، إبعادنا عن النادي تلك الفترة كانت أريح لنا كلاعبين، يعني بعيدين عن الضغوطات، بعيدين عن العقوبات، لأنه ما تتعرض إلى خسارة حتى توقع، يعني توقع أن أكثر مرة انسجنت، يعني حتى عوقبت بالسجن، فكنت تكون على التحضرات، يجب أن تفوز طالما أنت لاعب نادي الرشيد، طالما أنت لاعب منتخب وطني، يجب أن تفوز بأهداف كثيرة، ليس فقط 1-2، إذا عندك 3-4 أهداف حتى تكون مقنع للعمل الإداري. انتقال الزهراء كانت هي المحصلة، يعني محصلة تاريخي بعد ما لعبت بالصناعة، بالجيش، بالرشيد، لكن فجدت المحصنة كلها في الزهران، لذلك شوف الله وفقنا بعد ما قربنا. كابتن عفوا أساعدك ببعض اللحظات الماضية، لكن بعد مغادرتك للرشيد حضرتك اتجهت لتمثيل فريق من الدرجة الثانية إذا تذكر، وتحديدا نادي السياحة. هو أنا أريد أعرف ما سر هذا التحول الغريب في مشوارك، يعني تعرف تحول غريب يعني نوعا ما. هو هذا قرار غريب، يعني قلت لك أنا تفاجأت بهذا الموضوع، أنه كان قرار إدارة من قبل اللجنة الأولمبية في حال استغناء جيش عنه وانتقال إلى نادي الزوراء، يجب أن يروح يمثل أحد الفرق الدرجة الثانية. وأنا تفاجأت بهذا القرار، يعني قرار يعني لأول مرة يصدر من قبل، فهذا يعني قصدي المحصلة أنت تحس غير مرغوب بيك في تلك الفترة. كابتن وجودك في نادي السياحة يعني بعمر 26 عام طبعا بعدها وأنت في هذه الضغوطات والمراحل اللي يعني وضعتك في موضع يعني لربما نفسي، هو
الفرصة طرقت بابك مجددا بدعوة لتمثيل نادي الزوراء، يعني هذا النادي الكبير، من قبل المدرب الكبير فلاح حسن الذي طبعا عرض عليك فرصة ارتداء القميص الأبيض الشهير. كيف حصل ذلك وماذا مثل لك بالضبط، خصوصا بعد مرحلة يعني مضنية في حياتك؟ فعلا في يوم ما يعني كنا في نادي الرشيد، اكو تجمع رياضيين ما اتذكر بالضبط يعني ما اعرف، فكنت انا موجود اغلب اللاعبين، كان الكابتن فلاح حسن موجود ضمن الناس المدعوين، فقال لي اتذكر في وقتها كان الزوراء من مرحله يعني مرحله كانت سيئه، كان المرحوم ماثق ناجي مدرب وطلع من التدريب وكان الفريق خسران، فالكابتن فلاح حسن استلم التدريب ولاعب مع الفريق، قال لي عندك رغبه تجي نادي الزوراء؟ الحقيقة تفاجأت بهذا الطرح، يعني الزوراء فريق كبير، فريق من القاعدة سبق أن عجبنا به، كنا نروح الملعب، فما كان يخطر ببالي وأنا واحد بالمليون أنه أمثل الزوراء. قلت له والله هذا الشيء يسعدني، بالعكس أنا رغبة يعني وفلاح حسن هذا الاسم العالم الكبير. قال بس إحنا بالنسبة لنا كنادي الزوراء ما نقدر نجيب استغناك، خلص حالك وتعال لنا. فرحت، انا اتذكر رحنا في وزاره الشباب الحاليه، كان مقر الاتحاد، رحت لقيت حازم جسام موجود بالاداره، بس اثناء جاء رئيس اللجنه الاولمبيه انا موجود بالمقر، ما حبيت يشوفني، فانا شوي زويت على صفحه، رئيس اللجنه الاولمبيه دخل الحقيقه بغرفته، فقلت اطلع، حازم جسام قال لي وين رايح؟ قلت له انا كابتن اطلع، ما اريد يعني ما تضمن الرباط وعاقب، فقلت له طالع انا، وهذا طلب يمك، اكتب له طلب ارجو انتقل الى نادي الزوراء. قال اوكي، اتذكر التليفون الارضي، خابرني كابتن حازم مرة ساعتين ثلاثه البيت، قال يابا انت ممكن تنتقل بس لازم تروح الى فريق درجه ادنى. قلت شنو درجه ادنى؟ قال تمثل فريق درجه ثانيه. قلت منو درجه ادنى؟ قال تختار فريق. اي فعد ولد صديق الله يطيب صحه وسلامه طارق حارس اعلام رجل يعني كان مدرب على نادي السياحه، قال ليش انت تجي انا؟ ان شاء الله يسعدني اجي. فبقينا نتدرب يمكن يومين ثلاثه، فلعبنا ضد بئر بينا اتذكر غلبنا 1-0 انا سجلت، لعبنا ضد فريق اخر هم غلبنا 2-1 سجلت هدف، قلت هاي نخاف ترشح لنا بصعد درجه نخبه تعال توقع مع السنه بعد ما تجيب اهداف. قال طبعا قمت تجيب اهداف على فريقك. لعبنا الميناء خسرنا، قلت الحمد لله ما خسرنا مع الميناء، ميناء رجع عاد للنخبه او الدرجه الاولى في وقتها، أنا خلصت يعني في حينها حليت عن الموضوع، فصارت الفرصة أروح أمثل الزوراء. بالتأكيد سيطول ويتوسع الحديث بمشوارك المهم مع الزوراء، لكن الآن سنكون مع بعض الأسئلة السريعة والخفيفة. مباراة لا زالت عالقة بذاكرتك ولماذا؟ والله كثيرة، بس لربما مباراة الشرطة، يعني الجمهور ولي هدف مميز بها لحد الان في ذاكره الجمهور، على عماد وهدف على الامارات يعني لحد الان في ذاكره على الشرطه على عماد هاشم اللي كان بها الجمهور، على عماد العملاق هذا عماد هاشم سجل على عماد، مو شيء سهل يعني، اللي كان الجمهور امتلأ مدرجات الملعب ونزل على التارتان، مو صحيح؟ بالضبط صح، هي هاي المباراه. اذا هدف سجلته ولا يزال عالق بذاكرتك؟ أيهما فهم كثروا. يعني واحد دائما تحبه وتتذكره هم، والله هواي صراحة. والله معنويا مع الإمارات بقى بذاكرة العالم، وفنيا عنده هدف على كربلاء كرة خلفية كثير من جمهور الزوراء يتذكره الآن، في 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 يعني قبل ريال مدريد عمل كريم بنزيمة، يعني احد اخواننا الوزراء اتصل بي قال هذا هدفك تتذكره سجلته امام كربلاء يا حسين الوزير، احد الوزراء اصدقائنا حقيقه، فهذا بقى عالق بذاكره العالم يعني بنوع من الفن. نعم. طيب كابتن شكرا لتلبيتك الكريمه، كما عودتنا دائما حضرتك يعني بذوقك واخلاقك وطبعا اهتمامك حتى بالاعلام. أشكر جهودك المبذولة اللي قد بذلتها حق مثال البرنامج، فشكرا جزيلا لك وكل مشاهديك الكرام. مشاهدينا بالتأكيد للحديث بقية في مسيرة الكابتن كريم صدام، هذه المسيرة الحافلة بالأحداث والأسرار والمواقف الكروية، سنتعرف على الكثير منها في الأسبوع المقبل ونحن نقلب معه صفحات الماضي والحاضر. ألقاكم بإذن الله في الجزء الثاني، هذه تحياتي أنا بلال بداع.
مع السلامة.